بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله، الحمد لله الملك، الحمد لله مالك الملك وملك الملوك، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين المنيبين المخبتين، سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد، سبحانك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك، ولا عبدناك حق عبادتك، ولا ذكرناك حق ذكرك، ولا شكرناك حق شكرك، سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الأبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد الطبيب الذي كان يرجى شفاه من أعياه، والمريض الذي يئس الطب منه من شفاه، والصحيح من بالمنايا رماه، البصير وهو يرى من في الحفرة أرداه، والأعمى من في الزحام قاد خطاه، النخل من شق نواه، البدر من أسراح، النهر من أجراح، النهار من أشرق نوره وضحاه، والليل من أغشاه، أنت أنت يا ابن التراب، من خلقك، من صورك، من شق سمعك وبصرك، من اصطفاك، من اجتباك، من بالعقل حلاك، إنه الله رب العالمين. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاكا، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواكا، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاكا، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاكا، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا،
وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. الله الله في كل الحقائق ماثل، إن لم تكن تراه فهو يراك. وأشهد أن القائد والقدوة محمدًا رسول الله، بعثه الله بالبيان وأظهر دينه القويم على سائر الأديان. طلع في أفق الوجود بدره، سطعت فيه شمسه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي، هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحباء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة. أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، وإن الله بعثني بالحنيفية السمحة، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، وإن الله أرسلني بالحنيفية السمحة، فحالفني الشباب، ناصروني وأيدوني وساندوني وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وبذلوا الأموال والدماء والمهج من أجل نصرة رسالتي ودعوتي وقضيتي والمبادئ التي جئت بها. فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ كبار السن على الأغلب، لما تعتق فيهم من روح العادات والتقاليد الجاهلية، ولما ألفوا من نظم الحياة المعتادة، حتى صارت جزءاً لا ينفك عن تفكيرهم وعن عقولهم وعن شخصيتهم وعن حركة حياتهم، فلم يستطيعوا أن ينعتقوا بسرعة من هذا الواقع المغلوط، من هذا التركيب الغير صحيح من عقائد وأفكار ومفاهيم وتصورات وعادات وتقاليد ونظم للحياة. لم يستطع كبار السن أن يتخلصوا من كل هذا، لأنه أشرب فيهم ويمشي في دمائهم، ومضوا عليه سنين طوال. لذلك خالفني الشيوخ وحالفني الشباب. أيها الأحبة، الشباب وصية النبي عليه الصلاة والسلام، الشباب عماد الأمة وعمودها وأسها وأساسها، الشباب سياج أي عقيدة ووقود أي دعوة،
ومدد أي فكرة وحماية أي أرض وعرض. الشباب الحاضر المجيد والمستقبل الموعود، ورايات ترفرف في غد آت، هم من يحمل بنودها بزنودهم. الشباب عفة المجتمعات وحصانة الدول والحضارات. الشباب الخط الأحمر الفاصل ما بين قوة الأمة وضعفها وتمسكها وتفرقها وعفافها وميوعتها. الشباب وصية النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالشباب خيرا. ولقد أخذ الشباب من حيز فكر المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن مساحات همه واهتمامه الشيء الكثير الكثير. انظروا إليه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، كيف يرسم معالم إعداد الشباب في الأمة، كيف يصوغهم، كيف يصقلهم، كيف يصنعهم، كيف يبنيهم، لأنه يعلم أي دور خطير يناط بالشباب وأي فرقان بين الحق والباطل سيكون الشباب هم أصحاب الدور فيه، بل هم الفرقان بعينه. أيها الأحباء، انظروا إليه كيف يوصي الشباب بالحصانة الأخلاقية والابتعاد عن أسباب الانحراف والمعصية والفجور، فيخاطبهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة. إنه يريد شبابا عفيفا، شبابا نظيفا، شبابا لا يتلوث. فدعاهم إلى أبواب الحلال وصرفهم عن أبواب الشهوات والمحرمات، ورسم لهم معالم صقل الشخصية في هذا الجانب الأخلاقي. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. انظروا بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام كيف يرفع سوية المعتقد، كيف يسمو بالشباب إيمانيا، كيف يحلق بهم عاليا، كيف يريد لإيمانهم أن ينتصر على كل نزغات الشيطان والهوى والنفس الأمارة، حينما يقول: إن الله ليعجب من شاب ليس له صبوة، ليس له كبوة. إن الله ليعجب من شاب ليس له صبوة، لكي يحرص الشباب على أن يقللوا قدر المستطاع من السقطات ومن الوقوع في شباك وشراك المعاصي التي ينصبها في طريقه الشيطان والنفس والهوى وكل مغريات الحياة الدنيا. انظروا إليه كيف يرسم لهم معالم الالتزام على الصراط المستقيم، فلا يحيدون يمينا ولا شمالا، حينما يذكرنا بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، يذكرنا بقوله: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم وشاب نشأ في عبادة الله، أي منذ نعومة أظفاره وهو يمضي وقته في طاعة الله، يرتاد بيوت الله، يحضر حلق العلم والذكر، يصاحب الصالحين ويصادق المخلصين، ويلزم جماعة المؤمنين، وينأى بنفسه عن كل ساحات ومساحات الشبهات والشهوات والملذات. وشاب نشأ في طاعة الله، أو نشأ في عبادة الله. انظروا إليه كيف ينبه الشاب إلى استثمار
سني شبابه فيما ينفع، ويحذره من أن يصرف الشباب فيما يضر. انظروا إلى هذين الحديثين الجميلين، أولهما: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. اغتنم، اغتنم شبابك قبل هرمك. انظر في المقابل يحذر من أن يضيع عمر الشباب وفترة الشباب في اللهو والباطل والعبث والتيه والذي لا فائدة منه، فيقول: لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. سيسأل هذا الشاب عن شبابه، أين صرفه، أين أنفقه؟ في البناء، في الإرساء، في الارتقاء، في الاستعلاء، في النهوض بالأمة، في الوقوف على ثغور العمل، في أداء أدوار الواجب، أم في تشفيط السيارات وسماع الموسيقى والأغاني ومتابعة المسلسلات والتسكع على المحلقات والمنتزهات؟ إن الله سيسأل هذا الشاب. إن الشباب أخذوا مساحة كافية وافية مستوعبة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كان أصحاب محمد إلا شبابا، ما كان أصحاب محمد إلا شبابا، غضيضة عن المعصية أعينهم، بطيئة إلى الباطل أرجلهم، حثيثة إلى الحق أقدامهم، فرسان نهار رهبان ليل ابتعثهم الله فأخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الأسلام. نعم، أصحاب محمد كانوا شبابا، تركوا الجاهلية بكل مغرياتها ومفاتنها ومباهجها وملذاتها، ففي الجاهلية كل شيء مباح متاح من معاص وزنا وخمور وفجور وتيه وعبث، تركوا كل هذا وتحالفوا، تحالفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فحالفني الشباب، تحلقوا حوله. وفي زمن لم يتعدى 35 عام، 35 سنة يا سادة، هذه الثلة من الشباب، هذه النخبة من الشباب أوصلت الإسلام إلى أوسع بقاع الأرض. دخل الإسلام في طرابلس والعراق والشام ومصر واليمن، ودانت الجزيرة بأكملها لهذا الدين العظيم على أكتاف هؤلاء الشباب الذين حملوا الراية وحققوا الغاية، الذين تربوا في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي سنين ليست طويلة بعدها دخلت بلاد السند وبلاد الهند وما وراء النهرين وبلاد التركمان والصين، ودخلت أطراف أوروبا في هذا الدين العظيم، ودانت إمبراطوريتي كسرى وقيصر الفرس والروم دانوا لهذه الراية التي حملها الشباب وساروا بها يبذلون كل شيء من أجلها، فسطر التاريخ ملامحهم بأحرف من نور على جبين الزمن وغرة التاريخ، وما زلنا نذكرهم في معرض الإكبار والتقدير. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، وما عرفوا أغان مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، ولم يتشدقوا بقشور علم، ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتفيقهوا في كل أمر حقير كي يقال مثقفون. كذلك أخرج الإسلام جيلا شبابا مخلصا حرا أمينا. ما أحوج الأمة الآن في سنوات نكباتها وتكالب أعدائها والهجمات من كل الجهات على ديارها وأرضها وعرضها ومقدسها، ما أحوج الأمة إلى أن نهتم بالشباب من جديد، نعدهم
نصوغهم على حسب المقياس المحمدي. ويم الله لو اجتمعت قوى الغرب والشرق على أن ترسم ملامح منهج يصوغ الشباب صياغة بناء واستعلاء كما صاغها محمد عليه الصلاة والسلام، فستعجز كل هذه القوى. نعم أيها الأحبة، إننا حينما نذكر بواجبية صناعة وصياغة وإعداد الشباب على المنهج النبوي، فمن أجل ما تبقى من هذه الأمة وأملنا الوحيد في شبابنا أن نعيدهم إلى ساحة العمل، إلى خندقية المواجهة، إلى الأدوار والثغور، إلى أن يؤدي كل منهم ما عليه، وأن يكونوا الخط المواجه، خط الدفاع الأخير عن دين الأمة وعقيدتها وأرضها وعرضها ووجودها ومقدسها. لذلك فلنعلم بأن قوى عالمية وأخرى محلية تعمل عمل الليل والنهار، لم تهدأ ولم تهنأ ولم تستقر ولم يغمض لها عين، ما زالت تعمل الليل والنهار لتضليل الشباب وتجهيلهم، لإفساد الشباب وإيقاعهم في سبل التيه، لإبعادهم عن الجادة، لإنسائهم القضية، لإفقادهم الهوية، من أجل أن يكونوا أمساخ شائهة وأشباح تائهة، لا يعرفون من الدنيا سوى المتعة ما بين رحم يدفع وأرض تبلع، لا يعرفون من الحياة سوى ملهيات ومغريات ما بين أنة وضع ونزعة وأنة نزع، لا يعرفون من هذه الحياة أيها الأحباء سوى الأهداف قصيرة المدى والطموحات الفردية والشخصية والمساحات الضيقة الأنانية، بينما الشباب هم وقف الأمة ورصيدها وفترة الشباب للأمة بكاملها. وما ينبغي للشاب إلا أن يكون شعاره فلأمت أنا ولتحيا أمتي فإن لي فيها حياة باقية. إن الشباب هم محل المؤامرات والمؤتمرات التي تنظم الآن في الشرق والغرب من أجل أن يربحوا الشباب إلى صفهم، فإن لم يربحوهم بتسميم أفكارهم وتسميم عقولهم وتسميم تصوراتهم وإخراج الشباب على أوطانهم وبلادهم، إن لم ينجحوا بهذا فلا أقل من أن يغرقوهم في الآثام والمعاصي والفيديو كليب والأغاني والتفاهات، فإن لم ينجحوا في هذا فلا أقل من أن يجعلوا الشباب على الحياد، فلا هم في حماءة الشهوة والمعصية ولا هم في واجب الذود والنصرة، إنما على الحياد يعيشون على الهامش، أدوارهم معطلة، طاقاتهم مشلولة، لا دور لهم ولا ثغر. فيا شباب اعرفوا ما يراد بكم، ويا أيها الآباء والأمهات اتقوا الله في الشباب، اتقوا الله في أبنائكم، وأحسنوا إعدادهم قبل فوات الأوان، أحسنوا إعدادهم. قد يقول الشاب أنا أعلم أعرف، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل وأنا أعيش في بيئة ملوثة، أعيش في واقع مسموم محموم، أعيش في فترة من زمن الأمة وعمرها فتحت أبواب الشهوات على مصراعيها، وإنما أنا لحم ودم، ودم الشهوة يغري في عروقي وينبض بين جوانحي، وكل شيء مبذول بين يدي، رخيص سهل الوصول إليه، وأنا شاب أتفجر فتوة وطاقة وقوة، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ إن زمني، إن بيئتي، إن جوي، إن مجتمعي فاسد بل مفسد، فماذا أفعل؟ أوليس لي إعذار إذا ما ظهر مني تقصير؟ أوليس لي إعذار إذا ما ظهر مني فتور؟ نعم معذور أنت يا أخي، معذور في كثير من أمر ترتكبه بتأثير بيئتك وواقعك، معذور أنت يا حبيبي، معذور أنت وقد اجتمعت عليك شياطين الجن والإنس، أنت الهدف، أنت الرمية لسهامهم، يريدون تضليلك وتجهيلك وإغراقك في الآثام، معذور أنت يا أخي، وقد تكالبت عليك الدنيا بمغرياتها والنفس بمطالبها
والهوى بضغوطاته، والشيطان بنزغه ووسوسته، والمجتمع بتركك وإهمالك وعدم الاهتمام بك، بل سهل لك كل طريق ملتوي وكل سبيل معوج وأبعدك عن الصراط المستقيم. معذور أنت في كل ذلك. إن هذا الإعذار لك يمثل جانب الديانة بينك وبين الله، المساءلة بينك وبين الله، ولكنك في المقابل لست معذور. رغم كل ذلك، في أن تسقط فريسة سهلة أو أن تكون صيدا لشباكهم بثمن بخس، لست معذور في أن تلقي عدتك وأن تستسلم لواقعك وأن تلقي بنفسك في شراك وشباك هذه الآثام. لست معذور إن لم تبذل إرادة ومقاومة ومحاولة استعلاء. لست معذور مهما كنت ومهما كان تقصيرك وذنبك. لست معذور في أن تقف مع أمتك ودينك ووطنك أمام الهجمة الآتية. فما بينك وبين الله يبقى بينك وبين الله، وهناك أسباب مخففة. أما فيما بينك وبين أمتك ووطنك وبلادك والذود عنها والدفاع فلا عذر لك يا أخي. أو أنت وضعك أسوأ أم موسى؟ موسى ابن عمران، ذاك الذي التقطه فرعون منذ أن كان طفلا في المهد، رباه في قصره، رباه على نظامه، رباه على برمجته. وماذا يوجد في قصر فرعون؟ ماذا يوجد في قصر فرعون الذي تربى فيه موسى منذ أن كان طفلا؟ ماذا يوجد إلا الملاهي والمعاصي والآثام والكفر الصراح والردة والانحلال والظلم والطغيان والجبروت. ومع ذلك خرج موسى من قصر فرعون نبيا رسولا. خرج موسى من قصر فرعون لم يتأثر بالنظام الطغياني الذي كان يراه عن قرب، فلم يهب ولم يفزع ولم يخشى في الله لومة لائم، بل وقف حينما رأى الحقيقة ولامس نورها وضياءها شغاف القلب، وقف لكي يواجه هذا التكوين الذي تربى فيه. لم يتأثر بكل النظام الاستبدادي، بكل الواقع الإباحي، بكل ما في القصر من ملهيات. وخرج موسى نبيا رسولا كليما من أولي العزم، يحمل راية ويجابه النظام الفاسد المنحل الذي كان يمثله فرعون. ليس واقعك أسوأ من واقع يوسف الذي تربى في قصر العزيز، وهو ممتلئ النضارة وجمال وشباب وحسن وبهاء وعلم. وفي قصر العزيز يتعرض يوسف ما يتعرض له من كل مظاهر حياة القصور، وما فيها من بذخ وما فيها من إباحية وما فيها من ملهيات. وزوجة العزيز تراوده عن نفسه، شاب فيه كل مقومات الفتوة والجمال، وبين يديه تمثال من تماثيل الجمال ممثلا بزليقة مالا وجاها وحسنا وسلطانة، وغلقت الأبواب والمكان خال وقالت هيت لك. قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، قالها يوسف، فقلها يا أخي. أو واقعك أشد من واقع الشاب يوسف؟ أبدا. ويوسف رفض الفتنة ورفض الإغراء ورفض الإغواء، وقبل أن يدخل السجن 7 سنين يدفع ضريبة العفاف، ضريبة الشرف، ضريبة الاستعلاء على الواقع الجاهلي الإباحي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يوم اجتمعت عليه النسوة يغمزنه ويلمزنه ويفتنه، وقلنا حاش لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. أو واقعك أشد من واقع يوسف؟ أبدا. انظر إلى أهل الكهف، إنهم فتية، شباب شباب، إنهم فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أتدرون أين كانوا أهل الكهف؟ كانوا في القصور العامرة والدور الفاخرة وعلى الفرش الوثيرة وبين أيديهم الأموال والجاه. إن أهل الكهف يا سادة كانوا أولاد ملوك وأولاد أمراء ووزراء، كانوا أولاد قصور باذخة ودور مترفة
وحياة النعيم لا بؤس فيها. يوم ذا لامس الإيمان شغاف قلوبهم، لم يتأثروا بكل هذا، بل آثروا أن ينتقلوا من القصور إلى الكهوف، إلى الكهوف، ولبثوا في الكهف 300 وازدادوا 309 سنين يا أحبة. تركوا القصور إلى الكهف، إلى الصخور، إلى الرطوبة. نعم نعم، نصرة لمبدأ، واستعلاء على واقع، وسموا على جاهلية معاشة. ماذا تركت أنت من أجل مبادئك؟ أو تركت ما ترك أهل الكهف من قصور ودور وأموال؟ فلا تبرر بواقع أنت فيه يا حبيبي، وأنت قادر على الانتصار. انظر إلى مصعب بن عمير، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جاء مقبلا نحوه ويلبس جلد كبش، فدمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مصعب، مصعب، لقد رأيته وما بمكة فتى، ما بمكة شاب أرفه منه، أرفه منه، بين أبوين يغذوانه بصنوف النعيم، بكل أنواع الأطعمة والألبسة والطيوب والعطور والمراكب والمساكن، يغذوانه بصنوف النعيم، ولقد حمله حب الله ورسوله على ما ترون إلى أن يلبس جلد كبش. ترك كل هذا الواقع انتصارا لدينه ومبدئه وقضيته وعقيدته. يا عباد الله، انظروا إلى سعد بن أبي وقاص، كان أبر الناس بأمه، وكانت تنفق عليه إنفاقا عجيبا، فلما آمن بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأت أمه فمنعت عنه العطاء فلم يأبه، فطردت فلم يلتفت، فهددته وتوعدته وبدأت تعذبه، حتى أنها كانت تلفه بالحصير وتدخن عليه النار من أجل أن يترك دعوة الإسلام، فأبى عليها. فلجأت إلى الوتر، وتر المشاعر والعواطف، وتعلم أن سعدا بارا بها. قالت: يا سعد، والله لن آكل ولن أشرب حتى أموت ويعيرك الناس يا قاتل أمه، أو تترك محمدا وما جاء به. فلم يلتفت، فتركت الطعام والشراب أيام حتى شارفت على الموت. فلما رآها على هذه الحالة جاء وقف عند رأسها، قال: يا أم، والله إنك تعلمين وهم يعلمون أنه ما من فتى أبر بك مني، ما من ولد أبر بأمه من سعد بأمه، ولكن يا أماه، والله لو كان لك 100 نفس ورأيتها تخرج نفسا بعد الأخرى ما تركت محمدا ولا دينه أبدا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهنا إشارة للشباب الذين يسلكون خط الالتزام ويتعرفون على منهج الطاعة، سرعان ما يحدث ثورة وفورة في بيوتهم، فيتذمرون ويتأففون ويسيئون، بل تتجاوز إساءاتهم حد القول والنظر مع الأب والأم والإخوة الكبار والأخوات. اتقوا الله يا شباب، طريق الالتزام يهذب أخلاقكم، طريق الالتزام يلين جانبكم، طريق الالتزام يجعلكم أديما يطأكم الناس فتصبرون وتتحملون. طريق الالتزام ليس معناه أن تفاصل أهلك، وليس معناه أن تتعدى على أبويك، وليس معناه أن تسيء إلى من له سابق أو إلى كبير سن، بل طريق الالتزام يدفعك إلى حلم وصبر ودعوة ودعاء ودموع وركعات وسجدات، لعل الله ينزل في قلوب أهلك ما نزل على قلبك من هداية. يا شباب، يا شباب، أنتم الأمل، أنتم معقد اللواء. يا شباب، ماذا قدمتم؟ ماذا قدمتم؟ ماذا قدمنا نحن جميعا؟ انظر، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا زعيم المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، له ولد اسمه عبد الله، أبوه زعيم المنافقين، وعبد الله هو تاج شباب المؤمنين، هو زهرة أهل الإيمان حول النبي عليه الصلاة والسلام. يوم جرت تلك المشكلة في أحد الغزوات، فقال أبوه عبد الله بن أبي بن سلول، قال: ماذا؟ كاثرونا، جاءونا من مكة إلى المدينة والآن يكاثرونا. صدق القائل: سم من كلبك يأكلك، والله لو رجعنا إلى المدينة
ليخرجن الأعز منها الأذل، أي أنه الأعز سيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب، وإذا بعبد الله ابنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، بلغني أن أبي قد قال كذا وكذا، والله يا رسول الله هو الأذل وأنت الأعز، وإن كنت آمرا أحدا بقتله فمرني فأنا آتي لك برأسه. يا رسول الله، إنني من أبر الناس بأبي، وأخشى إن قتله غيري أن يدفعني بري بأبي إلى أن أقتله أو وصي إليه فأقتل مؤمنا بكافر فأخسر الدنيا والآخرة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، بل نحسن إلى أبيك ونصفح عنه وندعو له. بل بلغ كرامة لهذا الشاب، بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابن سلول زعيم المنافقين ألبسه عباءته، كفنه بالعباءة، وصلى بنفسه عليه الصلاة والسلام، واستغفر له كرامة لولده الشاب. هذه الزهرة المؤمنة الطيبة. النماذج في ذهني كثيرة والواردات وفيرة، لكن عقارب الساعة لا تجاملني ولا تجاملكم، وهي تمر سريعة. فأختم يا شبابنا أختم، أنتم يا شباب الكل في انتظاركم، الدين أمانة في أعناقكم، فالتزموا به من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا تمهيع، التزموا به التزام الوسطية، التزاما يظهر دينكم للناس أنه يبني ولا يخرب، يعمر ولا يدمر، يجمع ولا يفرق. أظهروا دينكم للناس يا شباب، أظهروه عقيدة مستعلية عن كل الجاهلية، وأخلاقا سامية على كل الإباحية. أظهروا دينكم للناس خلقا ساميا وعقيدة ثابتة وسمتا جميلا وشكلا مألوفا مقبولا. إن الله جميل يحب الجمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب، يقول: أصلحوا من شأنكم، أصلحوا من رحالكم، حتى تكونوا شامة بين الناس، حتى في الشكل والمظهر، حتى تكونوا شامة بين الناس. الدين أمانة في أعناقكم يا شباب. الدين يضيع الآن، يضيع ما بين موتور ومأجور، الدين يضيع ما بين جامد وجاحد، الدين يضيع ما بين متطرف ومتفلت، الدين يضيع. أيها الشباب يضيع، فاحضنوه، التزموه، أعيدوه إلى الحياة خلقا ومنهج ونظام وعلاقات وألفة وتراحم ورحمة وعفو وصفح وسمو واستعلاء. أعيدوا الدين، أعيدوه من الذين احتكروه، أرجعوا الدين من أولئك الذين جعلوه مطية للوصول إلى أهدافهم السياسية أو أهدافهم أو أطماعهم الشخصية. أرجعوا الدين إلى حياة الناس، فلقد لعبت آلة الإعلام دورها في أن يظهروا أن كل ملتزم متطرف وكل مطيع إرهابي. حاربوا فكر الإرهاب، تصدوا لهذا العنف الدموي، وأعيدوا دين الرحمة إلى حياة الناس. بكم كان أصحاب محمد مصاحف تمشي على وجه الأرض، فكونوا أنتم مصاحف تمشي على وجه الأرض، ولا تسمحوا لأحد أن يحتكر هذا الدين. أوطانكم صونوها، احفظوها، احموها، فالهجمة شرسة، الكيد منظم، رخيص قذر، فيه أدوات وأدعياء وعملاء وخبثاء، قوى خارجية ومحلية تتآمر على هذا الوطن. احرسوه، احموا بيضته، حافظوا على وحدته، رصوا صفه، اقطعوا كل ذراع يمتد في عتمه، واقطعوا كل لسان يمتد في فتنه، ولا تسمحوا لأي أحد أن يثير فيما بينكم قلاقل أو مشاكل، لا طائفية ولا مذهبية ولا عرقية ولا مناطقية. وقولوا لكل أولئك الغوغاء الذين يهاجمون وطنكم، قولوا: أهل مكة أدرى بشعابها،
ونحن نرعى الإبل عند بني جلدتنا ولا نرعى الخنازير عند الأمريكان واليهود، ونصبر على ما نحن فيه ولا نقبل دعواهم العريضة الفاسدة القذرة التي رأينا آثارها في العراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان. يا شباب، الكل في انتظاركم، المسيح عيسى عليه السلام ينتظركم في السماء الثالثة، يريد تحرككم لكي ينزل موجها ومرشدا. المهدي من خلف سجاف الغيب ينتظر تمهيدكم وإعدادكم ليظهر قائدا وموجها. جبريل وملائكة السماء مستنفرون في العلياء ينتظرون منكم حركة الأرض لكي تأتيكم مدد وغوث ونصرة السماء. بشارات النبي عليه الصلاة والسلام تنتظركم لكي تكونوا لها محلة، فترفعوا راياتها وتحققوا نبوآتها وتكونوا أهلا لأن تكونوا أنتم محلا لها، تظهر على أيديكم وبكم. خزائن النصر مدلاه بين السماء والأرض، تريد أن تمتد أياديكم بالضراعة والدعاء وأعينكم بالبكاء وقلوبكم بالرجاء من أجل أن تفتح هذه الخزائن نصرا على أمتكم وبلادكم وعلى إخوانكم في كل مكان. أقصاكم يصرخ، قدسكم تنادي، تنتظركم على أحر من الجمر، تريد نهوضكم، تريد استعدادكم، تريد أن تعودوا خير أمة تبنوا الدين والدولة، تبنوا الآخرة والحياة، تصنع أمة متماسكة قادرة على دحر عدوها وإرجاع مقدسها. جراحكم في كل مكان تنتظر أياديكم الحانية لكي تضمدوها وتوقفوا نزفها. دم الشهداء، دم الأعراض ينتظركم لكي تثأروا، فيالي أيام النصر والثأر القادمة ويالي تلك الثارات المنتظرة. يا أحبتي في الله، المستقبل الآتي ينتظركم لكي تصوغوه أنتم على مقياس من وحدة وكرامة وعزة وخيرية، وتنهوا حياة الذل والفرقة والمهانة من واقع أمتكم. يا شباب، يا شباب، أنتم الأمل، فهيا شمروا عن السواعد وشدوا المآزر واتركوا الدعة والكسل، وليأخذ كل منكم دوره ويسد ثغره، وليلحق بركب الصالحين الصادقين المؤمنين العاملين البناة الحقيقيين، فإن في ذلك فوزكم وفوز الأمة بكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيًا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة عرشه وقدسه، وثلث بعالمي جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إرشادا لنا وتعليما وإظهارا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين،
صلي عليه صلاة تتعشقها الأرواح وتجلب لنا بها المسرات والأفراح، صلي عليه صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا عصمة ودواء وعافية وشفاء. صلي عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى يوم الدين، صلي عليه جسدا في الأجساد وروحا في الأرواح ونبيا في الأنبياء ورسولا في الرسل. وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين يا صريخ المكروبين يا معين العاجزين يا دليل الحائرين يا أمل المذنبين يا غاية الراجين يا حبيب الصادقين يا محبوب المخلصين يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا. هذا حالنا لا يخفى عليك وذلنا ظاهر لك بين يديك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا الله. اللهم فعاملنا بكرمك لا بلؤمنا، وبإحسانك لا بإساءاتنا، وبما أنت أهله لا بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم هب طالحنا لصالحنا، وهب مسيئنا لمحسننا، وهب مقصرنا لعاملنا، وهبنا جميعا لسعة عفوك ورحمتك يا رباه. تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم ما كان فاسدا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا يا مصلح الصالحين. اللهم يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ لا نذل وأنت الناصر، لا نقهر وأنت القاهر، لا نغلب وأنت القادر. اللهم إنهم فوقنا بقوتهم، ولكنك فوقهم بقوتك وإحاطتك، والله من ورائهم محيط. اللهم عليك بأعدائنا، عليك بأعداء أمتنا، عليك بأعداء ديننا وأوطاننا، عليك بهم يا الله، فإنهم طغوا في البلاد، أكثروا فيها الفساد، صب عليهم ربنا سوط عذاب، أرسل عليهم الطير الأبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، اجعلهم كعصف مأكول، لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. جلل البيت الأبيض بالسواد، جلل البيت الأبيض بالسواد، جلل البيت الأبيض بالسواد، وكنيسة اليهود بالدمار. اللهم لا تدع لهم طائرة في الجو إلا قصفتها، ولا دبابة في الأرض إلا نسفتها، ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها، ولا كتيبة تمشي إلا قتلتها. زلزل أركانهم، هدم بنيانهم، أشغلهم بأنفسهم، اجعل دائرة السوء عليهم. من عادانا فعاده، من كادنا فكده، من كادنا فكده، من كادنا فكده، واجعل يا ربنا تدميرهم واجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا تبرد به حر صدور المؤمنين. اللهم رد شبابنا إلى دينهم ردا جميلا. يا من رددت موسى إلى أمه كي تقر عينها، يا من رددت يوسف إلى أبيه بعد طول غياب، رد شبابنا إلى دينك، رد شبابنا إلى قرآنك، رد شبابنا إلى الالتزام، رد شبابنا إلى العمل الجاد، رد شبابنا إلى الدور الفعال، رد شبابنا إلى النهوض بالأمة من جديد. اللهم احفظ الشباب، اللهم وفق الشباب، اللهم اهد الشباب، اللهم حصن الشباب، اللهم احمي الشباب، اللهم لاحظهم بأنظار الرعاية، سورهم بسياج العناية، لاحظهم بعينك التي لا تغفل يا الله. اللهم اجعلهم خير بناة لأوطانهم وخير حماة لدينهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات،
وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نلتقيكم غدا إن شاء الله في محاضرة بعنوان التفكك الأسري، الآثار، الأسباب، العلاج. وهذه من أخطر الظواهر التي الآن تضرب في مجتمعاتنا العربية المسلمة، التفكك الأسري. وعلى طلب كثير من الإخوة أن يحدد موعد المحاضرة 7:30 مساء، فإذا غدا إن شاء الله في قاعة جامع الإيمان في 7:30 مساء سنبحث معكم موضوع التفكك الأسري بين المظاهر والآثار والأسباب والعلاج. أقم الصلاة.